معنا اللواء مصطفى باشا المجالي. باشا بنصب عليكم ونقول لك يا مرحبا. صباح الخير اخي ابو عمر. يا مرحبا، هلا باشا. يعني معركة الكرامة هي نقطة مضيئة ليست فقط في عند الشعب الاردني، مضيئة عند العالم العربي اجمالا. شو ممكن يعني نحاول نحكي عن احداث في معركة الكرامة او نقاط مضيئة في معركة الكرامة قد يجهلها بعض هذه الاجيال، الجيل الحالي اللي هو بعد 2000 وجيل التسعينات وجيل الثمانينات، شو ممكن انك تحكي لهم عن معركة الكرامة باشا؟ انا اشكرك ابو عمر على هذا البرنامج، مواضيعك هادفة دائما تحاكي الواقع. في هذه المناسبة الذكرى 50 لمعركة الكرامة الخالدة، اسمح لي ان اصبع على الوطن وعلى جلالة القائد الله على قائد الوطن وعلى ابطال الكرامة شهداء وأحياء، نعم، على رفاق السلاح متقاعدين وعاملين. نعم، لما نتحدث عن معركة الكرامة المعركة الأسطورة يجب أن نشير إلى نقطتين أساسيتين، نعم، اللي هم الوقت والإمكانيات. نعم، إحنا خسرنا في عام 67 معركة، نعم، لكننا لم نخسر حرب. نعم، الكرامة حصلت بعد 67 بتسعة أشهر ونصف. نعم، وكانت القوات غير متكافئة. نعم، كنا في إعادة تنظيم ندافع عن واجهة تحتاج لثلاث أو أربع أضعاف حجم القوة المدافعة. يا سلام. منطقة الكرامة من مسؤولية الفرقة الأولى. نعم، اللي كان يقودها المرحوم الفريق مشهور حديث الجازي رحمه علي الله، عليه رحمة الله، عليه رحمة الله. كانت توجيهات قائد الفرقة للجنود وللضباط وللجميع، نعم، اللي هي آخر طلقة وآخر رجل. آخر طلقة وآخر رجل. آخر طلقة وآخر رجل. نعم نعم، شوف هالعبارة بس ما أجملها، آخر طلقة وآخر رجل. منذ اليوم الأول لاستلام الفرقة لمواقعها الدفاعية، نعم، كان هنالك عملية إدامة التماس مع، نعم، العدو. نعم، يعني انه ما تركت المنطقه فارغه، لانه في مبدا خلينا نقول مبدا من مبادئ الجيش انه خير وسيله للهجوم هو الدفاع. خير وسيله للدفاع هي الهجوم باشا. خير وسيله للهجوم الدفاع. نعم، خير وسيله للهجوم الدفاع. نعم، فمن خلال الدفاع كان هنالك دفاع نشط. نعم، كان هنالك يتم قصف مدفعي ويتم خنقول إرسال المدافع للأمام بالليل ويرمي على العدو. نعم، وبالرشاشات وبكثير من الأمور الأخرى من دوريات إلى آخره. نعم، كان هنالك في مجموعات من الفدائيين تعمل من خلال القوات المسلحة الأردنية. نعم، وكانت القوات المسلحة الأردنية على طول الواجهة من الشمال إلى الجنوب تغطي عمليات الفدائيين سواء بالدخول للأراضي المحتلة أو عند عمليات الانسحاب. نعم، هذا الشيء أزعج الإسرائيليين. نعم، وجعلهم يفكروا مرة أخرى بعملية ضد القوات المسلحة الأردنية. نعم، كانت الرؤية واضحة من خلال استطلاع بالقيادة العامة للقوات المسلحة ومن خلال المراقبات الأمامية على الواجهة الأمامية للقوات المسلحة الأردنية. نعم، إنه العدو لا بد إلا إنه يقوم بشيء معين في هاي المنطقة. نعم، تم تحضير أرض المعركة بشكل جيد. نعم، العرف العسكري دائما، نعم، إنه القائد في عمليات الكشف ينزل إلى مستويات اثنين أدنى، يعني قائد الفرقة لما بده يكشف، نعم، بيكشف موقع مثلا قيادات الألوية، مواقع الألوية ومواقع، نعم، الكتائب. نعم، لكن في تحضير موقع منطقة الفرقة الأولى، نعم، اختلف هذا الأمر. نعم، كان قائد الفرقة وقادة التشكيلات، قادة الألوية وقادة الأسلحة والإسناد، نعم، يذهب ويعين موقع على مستوى موقع الخندق وما مستوى موقع السلاح. يا سلام يا وتم سلام. تحضير موقع ميادين المعركة من خنادق وخنادق اتصال، نعم، ومواقع المدافع وكل شيء. نعم، كانت التوجيهات عدم الانسحاب. نعم، ولو متر واحد. نعم، ما عدا لقوات الحجاب اللي ممكن تتراجع ضمن
شيء عسكري وضمن معركة صحيحة. نعم، خطة استراتيجية. نعم. نعم، اتضح من خلال كافة المعلومات من القيادة العام ومن المراقبات الأمامية أن المعركة ستكون، وفعلا حشد العدو قواته وتقدم على واجهة الفرقة الأولى بينضمن خلال ثلاث محاور. نعم. رئيسية، ووجد صعوبة كثيرة من خلال القوات المسلحة الأردنية خاصة من سلاح المدفعية. نعم. وجد صعوبة حتى أنه يجتاز النهر. نعم. لما اجتاز النهر اشتبك مع قوات الحجاب. نعم. اللي تراجعت وجرت العدو. نعم. إلى منطقة تقتيل، وهي الخطة الرئيسية اللي وضعها قائد الفرقة مشهور الجازي عليه رحمة اللي هو الله. إنه يجر العدو. نعم. إلى منطقة تقتيل. نعم. إحنا كانت المشكلة الرئيسية بالنسبة للقوات الأردنية هي السيطرة الجوية الكاملة المطلقة للعدو. نعم. لكن لما جر العدو إلى منطقة التقتيل. نعم. الآن أصبحت إمكانيات السلاح الجو صفر. نعم. حصلت المعركة في منطقة الكرامة. نعم. وهنالك كم تجاوز للقوات الأمامية، وحتى إنه أحد ضباط المدفعية. نعم. رحمة الله عليه شكري يعقوب. شكري يعقوب. الشهيد شكري يعقوب. نعم. بهدف تخليص الأرواح. نعم. نعم. قالهم ارموا المدفعية، عطى الموقع اللي. نعم. هو فيه. هدف اسمه هدف تخليص الأرواح. عليه رحمة الله. استمرت المعركة وبدون سلاح، بدون سلاح جو معادي. نعم. وهنالك وقع العدو في المصيدة. الحمد لله. نعم. نعم، وقع العدو الآن في المصيدة. نعم. وكانت هنالك رماية من المدفعية مؤثرة على العدو. نعم. ولما كانت الرماية مؤثرة من كافة أسلحة الميم دال. نعم. الميم ستة والروكت، وظهر في هذه المعركة أيضا البطولات الفردية أبو عمر. حلو. كانت الدبابة. نعم. تمشي تسير من فوق الخندق اللي فيه العسكر الأردني، الجند الأردني. نعم. والجند الأردني بعد ما تجتاز الدبابة موقعه. نعم. يصعد إلى الدبابة من الخلف. يا سلام. ويقذف القذائف القنابل اليدوية داخل الدبابات المعادية. يا سلام يا سلام. استمرت هذه المعركة إلى المساء. نعم. وبتعرف أنت من أكثر الناس معرفة بطبيعة الغور. نعم. الليل في الغور يأتي مبكرا. نعم. ولما احتدم القتال وظلمة الليل الدامس، وبتعرف كان في الأصوات الأجهزة فقط، وكانت هنالك عملية إرباك لدى العدو. نعم. اللي ما قدر أنه يخلي أي شيء من جنوده. نعم. في هذه المعركة. نعم. أصيب الفريق فاضل علي فهد. الفريق أبو بسام. الله يعطيه الصحة والعافية. نعم. الله يديم عليه صحته في هاي المعركة. نعم. وأيضا كانت هنالك بطولات فردية. نعم. بالله هاي من ضمن هاي البطولات الفردية باشا، يعني تستذكرك أسماء أو أشخاص أو وقائع معينة باشا؟ أيضا بذكر أخونا شهاب أبو وندي. شهاب أبو وندي. كان قائد فئة. نعم. كان. نعم معك باشا. والله الأسماء كثيرة يا أخي أبو عمر، أنت يعني لا تقدر أنك تحصر الأسماء. نعم. لأنه الأسماء أكثر من أنا تعد. نعم. نعم على كل يعني أنا يعني باشا، بس أنا حاب أنه يعني نوجه رسالة من خلالك أنت، لما يعني جنودنا الآن قواتنا المسلحة الباسلة، يعني الشخص دائما البيئة اللي بيدخل عليها والبيئة اللي دخل عليها حتى على قواتنا المسلحة في الزمانات، كان الأب والأم يهيئوا الطفل. نعم. وهو في مدرسته وحتى هو بالجامعة وحتى هو بالشارع أن يكون مشروع شهيد، أن. نعم. يكون أن يكون لدينا عدو واحد. وأنت حكيت لي كانت المشروع القومي عند الأردنيين كان رائع جدا، يعني. نعم. كانوا يتغنوا بالقومية، حتى كانوا يحفظوا النشيد الجزائري، الوطن الجزائري، فكيف يعني بالنسبة للأردن يعني. فما بعرف إيش في عندك يعني من القصص أو من الأمور اللي أنت ممكن تحكي فيها يعني عند القومية العربية عند الأردنيين، حتى أنه الجيش الأردني يسمى الجيش العربي. يا سيدي أنا بدي أعطيك مقارنة بسيطة. نعم.
ما بين معركة الكرامة ومعركة اللطرون وباب الواد. نعم، معركة اللطرون وباب الواد. إذا الناس لغاية الآن يعني ما بيعرفوا معركة، خلينا نقول معركة الكرامة، خلينا نستذكر معركة اللطرون وباب الواد. يعني مع حفظ الألقاب أخي أبو عمر، نعم، القائد الميداني في الكرامة اللي هو المرحوم مشهور حديث الجاري، الله يرحمه، وفي اللطرون وباب الواد المرحوم حابس المجاري، الله يرحمه، الله يرحمهم، الولادة لكل منهم الاثنين في نعم. محافظة معان. نعم، اثنين ولدوا في معان. مشهور حديث الجازي ولد في بيت من الشعر. يا سلام. وحابس المجالي ولد في سجن معان. نعم. هذول الاثنين رضعوا حليب صافي. يا سلام. رضعوا من الأمهات حب الوطن. نعم، نعم، نعم. أخي أبو عمر، منطقة الكرامة هي عنق الزجاجة. نعم. للوصول من خلالها لمرتفعات السلط والعاصمة نعم. عمان. نعم. لكن خسئوا وعادوا مهزومين في الكرامة. نعم، نعم. أما اللطرون وباب الواد فهي نعم. عنق الزجاجة للوصول من خلالها للقدس، ولم يستطيعوا أن يصلوا وقتها. لكن بقيت القدس عربية بعد الهدنة عام 48. نعم. والنصر كان فيها في للأردن في باب الواد. نعم، نعم، نعم. خسائرنا من الشهداء في معركة الكرامة نعم أقل مما كان يتوقع العدو. نعم. لكن خسائر العدو كانت ثلاث أضعاف ما خسر على ثلاث واجهات الأردنية والمصرية والسورية في عام 67. يا سلام، يا سلام. في اللطرون وباب الواد نعم. خسائرنا كانت لا تتجاوز 20 شهيد. نعم. في حين كانت خسائر العدو نعم. لا تقل عن 900 قتيل. نعم. في طب. الكرامة نعم. كما أسلفت قبل قليل أخي أبي عمر. نعم. صوت جلالة القائد الأعلى الحسين رحمه الله نعم لا وقف لإطلاق النار لا قبل مغادرة آخر جندي من أرض المعركة. يا سلام، يا سلام، يا سلام. أيضا في باب الواد حابس المجالي ينشد بقصيدة أرسلها إلى الجنرال الكلوب. شو يقول له؟ كلوب هدنة ما أريد يا كلوب، يا كلوب هدنة ما أريد يا كلوب، خلي البواريد رجادة. أيوة نعم، نعم. فأخي أبو عمر نعم هؤلاء هم الأردنيون. نعم. معركة واحدة نعم لا تقبل القسمة على اثنين. يا سلام عليك يا باشا. ومثل ما بقول المثل نعم ما بحرث البلاد إلا عجولها، غير عجولها. نعم، نعم. على كل عزيمة الرجال نعم. وصمودهم نعم. والتمسك بالأرض والثبات نعم. المواقع نعم. تهون الصعاب. نعم، نعم. والأردنيون دائما شعارهم المنية ولا الدنية. نعم، نعم، نعم. على كل يعني يا باشا يعني أبو عمر تفضل يا سيدي اسمح لي. نعم. قبل كل شيء أنه أنا أعطيك صورة من التلاحم ما بين الشعب والقوات المسلحة في معركة الكرامة. لا، وبدي كمان تحكي لي كمان يعني أنت حديثك رائع جدا باشا، وحاب برضو كمان يعني نعرج شوية على عيد الأم وشوية على ذكرى مرور سنة على طلاقة القناة يا باشا. والله بعد عيد الأم وبعد قبل عيد الأم أنا أعطيك صورة من التلاحم ما بين الشعب والقوات المسلحة نعم في معركة الكرامة. نعم. أبعث تحية خاصة إلى عشائر عباد. آل عباد، والله ونعم. نعم، نعم، ونعم. غيرة ويرقى. نعم. شو عملوا هذول يا باشا؟ هاي كان في موقع المدفعية السادسة. نعم. وكان النشامة يتناخوا كلهم المواطنين. نعم. يحملوا الذخيرة عن الأفراد. يا سلام، يا سلام. كانت المدفعية في هذاك الوقت كانت قدمت الشيء الجميل والمواطن الأردني نعم. قدم الشيء الكثير، فتحية إكبار وإعزاز لأن في عيرة ويرقى. برضو يا باشا أنا بدي أقول كمان شغلة، أنا قبل شوي كنت أحكي أنا والكابتن نبيل الدباس، برضو عشائر السلط وأهل السلط كانوا ينزلوا إلى المعركة حتى يساعدوا جنود القوات المسلحة بالمؤن وبالأرزاق وبالدعم حتى يعني بالذخيرة، فكان في تلاحم زي ما حكيت صحيح يعني شعبي من عشائر السلط ومن عشائر آل عباد اللي كانت وقت المعركة. نعم، نفخر بعشائرنا الأردنية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. نعم، نعم. أما بالنسبة لعيد الأم نعم فأنا كل يوم بعيد على أمي. يا سلام عليك يا باشا. إذا ما شفتها لازم أحكي معها تلفون. يا سلام. والله نختن أخ نخ نقول إن يوم واحد للأم. ما في يوم عندك في السنة، كل السنة عندك أيام. كل السنة عيد أم. نعم. لكن بالنسبة لقناتكم المميزة. نعم. أنت يعني برنامجك عنوان برنامجك صوت الوطن. الله يكفي. الله يحيي. فتحية للقناة.
الله يسعدك يا باشا. أنا يا أبو عمر أنا نعم بنحيي شهداء الوطن في نعم كل مكان. نعم نعم. فالأردن قدمت التضحيات في وستقدم كل مكان. وستقدم إن شاء الله. نعم نعم إن شاء الله. لما كنت ملحق أسفل في القاهرة نعم السفارة الإيطالية تعمل يوم في يوم كأس تكريم الشهداء في معركة العالمين. نعم. فأنا مثلت كملحق عسكري عام 2000 مثلت السفارة الأردنية. نعم. في وضعت إكليل من الزهور. نعم. على شهداء الجيش أو على شهداء الأردن. نعم. في معركة العالمين. نعم. وإذا ما تخوني الذاكرة نعم كان عدد الشهداء بحدود 50 بالـ50. نعم نعم. فبقدر أقول إنه أخي أبو عمر. نعم. الدفاع عن الوطن بكل ما نملك. نعم. بالعمل وبالقول وبكل شيء. نعم نعم. فقبل 50 عام دام نتحدث عن معركة الكرامة. نعم. قبل 50 عام الفريق مشهور حديث رحمه الله. نعم. كان مدافعا عن الوطن في معركة الكرامة. احنا باشا يعني دقيقة اذا سمحت لي. لانه بضل معنا 20 ثانية عن الفاصل. طيب باشا. 20 ثانية. نعم. وبالامس معالي الاخ الدكتور ابراهيم مشهور الجازي. نعم. والدكتور عمر مشهور الجازي. نعم. دافعوا عن قضية المياه اللي تهم الوطن. فتحية لهم. تحية لهم. نعم. ولعطوفة الاخ المهندس بسام مشهور الجازي ابو مشهور. نعم. فهؤلاء الاشبال. نعم. من ذاك الاسد.